فقد عرضت في تلك المدينة مسرحية قدمتها مجموعة من الشباب الهواة تحمل اسم فيسبوك، مستوحى من اسم موقع الفيسبوك الشهير على شبكة الإنترنت. المسرحية ناقشت مجموعة من القضايا التي يعاني منها الشباب الفلسطيني والقيود المفروضة عليه. التفاصيل في تقرير عبد الحفيظ جعوان. بهذه الصورة المسرحية أراد هؤلاء الهواة خلع الأقنعة والجدران التي تحاصر أجساد الشباب الفلسطيني وتكتم أفواههم، ليبدأوا الحديث عن مشاكلهم الاجتماعية الخاصة بعيدا عن مشاكل السياسة التي اعتاد الفلسطينيون تكرار الحديث عنها. ودبرت لك عريس منيح دكتور من بره ومعه مصاري. بس يا ستي احنا حكينا قبل في هالموضوع، انا ما بدي اتجوز هلا، بدي اتعلم وبعدين بفرج ان شاء الله. المسرحية هي عبارة عن رسالة بنوجهها للمجتمع، بتحكي عن عاداتنا وتقاليدنا اللي بتقيدنا كشباب، بتخلينا كل تصرف نحسب له ألف حساب مع إنه التصرف هذا مش غلط. بتحكي عن الجدار، مش جدار الفصل العنصري تبع إسرائيل، إنما الجدار اللي إحنا بنيناه في حياتنا وقيد تصرفاتنا وقيد كل شيء في حياتنا. خلال نصف ساعة من المسرحية التي أسماها الممثلون نواجه ولكن، عرض الشبان مجموعة كبيرة من المشاكل الخاصة التي تواجههم يوميا، فمن الزواج الإجباري إلى تقييد الحريات وحرمان الفتيات من إكمال التعليم وصولا إلى البطالة. بهالبلد ما في أشغال، أحسن إشي أسوي اللي في راسي وأهش من هالبلاد. والله أحسن إشي أفكر فيه، أما إذا طلعت برا رح أشوف كثير فرص، كثير فرص. بكفي إنه هناك ما بدي تصريح أطلع من داري. المسرحية ستشارك في مهرجان عالمي يقام خلال هذا العام في مدينة ليفربول في بريطانيا، وستكون المسرحية العربية الوحيدة من بين 12 أخرى عالمية، وقد أسماها أصحابها بالإنجليزية فيسهوك لتشبه الموقع الإلكتروني فيسبوك الذي يجمع العالم بأسره. عبد الحفيظ جعوان، العربية، الأراضي الفلسطينية.